بدنا نتشكر زميلتنا شيرين العلي من محافظة حمص على التقرير. وهلا رح نروح لفقرة في بلدة بيتغير ضياءها مع مرور كل غيمة بتتجلى فيها الحياة بأحلى صورة ببهجتها وبعفويتها والحب اللي بيفيض من وجوه أهلها. بينطلق كرنفال المحبة، كرنفال حينة، احتفالا بعيد القديس الياس في 20 من شهر تموز من كل عام. أكيد ليلى، هي الكرنفالات قد ايه هيك كمان، هي اليوم هيك عم نربط فقراتنا مع بعضها بأول فقرة والثانية. أكيد اليوم البهجة بالكرنفال، الطقوس اللي متعودين عليها أهل المنطقة، قد ايه بتغير هيئة النفسية وبترجع هيك بتجدد شيء جديد بالمنطقة. ضيوفنا من جبل الشيخ، وقد ايه غالية علينا هي المنطقة. أكيد بدي رحب بضيوفنا لليوم وهن من منظمي الكرنفال، السيد سليمان بشارة والسيد سيدي جان دارك البابا. صباح الخير وكل عام وانتم بألف خير. اهلا وسهلا فيكم. يسعد صباحكم واهلا وسهلا فيكم وكل عام وانتم بخير. بداية خلينا نحكي عن تاريخ هذا العيد ببلدة حينة. هو نحن الاحتفال، نحن بنحتفل بعيد القديس الياس من مدة قديمة يعني، بس المهرجان والكرنفال هو ما نو حديث اللحظة. بلشنا فيه بال 2010، وقفنا شوي بالأزمة، بعد ما تعافينا رجعنا انطلقنا ورجعنا أساسنا من أول وجديد، وصارت تقريبا سنويا عندنا أفكار جديدة واحتفال جديد، لأنه هو بيعني كثير حتى بالمنطقة. عندنا يعني القديس الياس له دور كبير كمان، يعني كل العالم تحتفل معنا بهالعيد. طيب خلينا هيك ننتقل شوي لعندك. وقت نقول بلشنا بال 2010، وقفنا بسبب ظروف الحرب ورجعنا احيينا هذا الكرنفال، هي شغله كثير مهمه، وهو الاصرار على شيء نحن بنحبه بحياتنا. خلينا نروح للطقوس، كيف بتروحوا بطقسي البلده؟ كيف بتبلشوا بتحضروا بتزينوا بتعملوا هدول الاكلات الطيبه؟ شو بتعملوا خبرونا؟ نحن كون الكنائس مسماي باسم القديس مار الياس، نعم، فكثير بنحتفل فيه. فبداية كنا يعني انه على الزغاريد والرقص والاغاني، وكانت العالم تطلع من الكنائس على من اول الضيعه لاخرها لنحتفل بهالعيد. فمن 2010 لما صرنا نطلع هيك على مرمريتا طبعا ونكتسب منا افكار الكرنفال، صرنا نعمل هيك. فنحن هاي السنه حبينا يعني نغير شكل الكرنفال تبعنا، فكانت سمة شيء جديد، سمة الكرنفال تشكيل وتدخيل الالوان فيه. وكان يعني نحن كنا مصممين انه نعمل شيء جديد، حيث انه اطفالنا ترجع للبسمين، ترجع للضحكي بهالضيعه. والحمد لله يعني نحن قدرنا نوصل هالشيء، وكان كرنفالنا السنه يعني الحمد لله نشكر الله يعني ناجح كثير. وكانت كل العالم، نحن اجى ناس كثير لعنا على الضيعه وكلهم قالوا انه كرنفالنا الحمد لله نشكر الله كان جيد وممتاز. ونحن يعني نحن حبينا انه الكرنفال نعطيه حقه، حيث انه كل مغترب يشوف شو عملنا، انه نحن بعدنا صامدين بقوتنا وبقوة شعبنا وبقوة قائدنا، انه نحن بعدنا هون بسوريا قادرين نعمل من لا شيء شيء، مصرين على الحياة، مصرين على الحياة. خلينا نحكي اكثر عن هذا الكرنفال، من فكره لتنظيم لتنفيذ، قديش بياكل وقت وكيف التعاون بيتم بين الاهالي؟ حتى بنشوف انه هيك اجتماع يعني انه من القرى المجاوره بيجوا لحتى يحضروا هذا الكرنفال، ممكن بيكون في تعاون مسبق كمان معهم بالتحضير للكرنفال؟ هلا هو اكيد يعني نحن بده شغل، بده شهرين ثلاثه مثل السنه، بلشنا قبل بثلاث شهور نحن، وشغلنا كله تطوعي. يعني نحن من واحد من حاله بيقوم بيطلع بيشتغل بيشوف بيسأل، يعني كل واحد شو عنده شغله بيحب يشتغلها، كله بده يتنسق كله بده يترتب لحتى يكون كل شيء جاهز بوقت الاحتفال. احنا بننظم كل شيء وكله يكون له دوره وبيعرف هذا شو عم يشتغل، كله يعني كله بده يتنسق قبل بوقت، وهذا الشغل بده وقت. يعني عملنا جروبات وكل جروب وزعنا له انت شغلتك هيك 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 هيك. يعني طيب خلينا نفصل اكثر. اليوم وقت بنقول جروب ومسؤوليه، في مهام اليوم حضرتك كمنظمين يعني بلشتوا فيها، خبرونا اكثر. قلتي انه في الوان دخلتوا، الالوان دخلتوا، تصاميم جديده، اعطينا امثله اكثر يعني. يعني خلينا نعيش معكم وكأننا نحن موجودين اليوم ضمن الكرنفال. يعني مثلا نحن السنه كان كل العربيات، كل السيارات اللي شاركت بالكرنفال فيها زهور، فيها فراشات، فيها نحل، يعني كلها زيناها من الطبيعة، حتى فيها ورق شجر. جبنا نحن أول ما اجتمعنا شباب الضيعة والصبايا وقررنا نعمل هالشي.
فبسبب المتبرعين اللي حطوا لنا اول درجه لنطلع عليها اشترينا هالقماش اللي قدرنا انه نقص منه الالوان وقصقصنا وصرنا كل جمعه نجتمع مع المجموعه ونعمل. يعني في عندنا نحن شاب اللي كان الرئيسي لهالكرنفال هو اللي نسق اسمه نضال حيدر فيعطينا الشغل يجي نهار الجمعه يعطينا الشغل نحن كصبايا وشباب الضيعه نكفي من الخميس للجمعه نكون يعني نحن يعطينا الجمعه للجمعه جاي نكون مخلصين كل شيء. فكل سياراتنا تميزت بالالوان وكان عندنا في اميره القمح كون نحن مشهورين بالقمح فعملنا عروس ولبسناها ثوب القمح ووزعنا سلقنا هيك قمح بدست كبير ووزعنا لكل اهالي الضيعه يعني من اولها لاخرها. نحن كان عندنا شيء 700 شخص سلقنا قمح ووزعنا سليقه الناس في ناس بتقول لها سليقه بتستخدم بالبربره كثير كمان ايوه هي بتستخدم بالبربره فوزعنا لكل العالم مع الصبيه اللي لابسه ثوب القمح يعني كان ثوبها كثير حلو ونتشكر الاخباريه انها طلعت وعملت ما دوقتونا حتى نعطيكم راينا يعني تفضلوا لعنا وعلى طول بنسلقكم على سلقه. شو الفكره من استخدام القمح بالتحديد بهيك مناسبات؟ انه نحن هذا القمح نسبه لزراعه بالضيعه مثلا عندنا اليانسون عندنا العسل فكلها عملناها يعني سياره يانسون التراث يعني حتى, حتى النحل عملنا له صبيه ملكه النحل وحطينا حواليها الخليجي والشاب اللي بينفخ النحل انه كيف بتساوي الفلاحين وكيف بيقطفوا النحل فكان عندنا هي الفكره انه نحن لحتى نرجع تراثنا ونفرجيه للعالم برات الضيعه. اكيد كثير مهم اليوم احياء هذا التراث ودائما بشكل عام القمح او سنابل القمح بترمز للخير والبركه والعطاء. يعني من قصص قديمه مريت بحياتنا رح نروح لكليب نشوف هيك بعض اللقطات للكرنفال ونرجع نكفي حديثنا. تفضل. مثل ما شفنا رشا هذا المهرجان كثير حلو الاجواء والاجواء وخليه النحل الصبيه اللي ملبسينها هذا الدور. هلا بدنا نتوجه لك سليمان خلينا نحكي شوي عن اهميه العمل التطوعي الشبابي بهي الاحتفالات. هلا نحن العمل التطوعي نحن ناسس عليه لحتى يكون هو الركيزه الاولى لنجاحنا لانه ما فينا نجيب حدا نحن بده يعاوننا بده يكون يعني واحد ما بده وبده بده يكون واحد من نفسه من ذاته وهي القصه موجوده عندنا بالضيعه يعني الواحد من طبيعته هي انه بحب يساعد بحب يساهم. نحن بدنا نحيي الضيعه بدنا نخليها ترجع تضلها ثابته مثل ما هي يعني الظروف بتتغير كله بيتطور
صحيح. العمل التطوعي هو اللي الركيزة عم بتكون عندنا. يعني حتى المساهمة بكل شيء عم بيكون تطوعي. أكيد وقد يكون بمحبة وتعاون من الكل أكيد رح ينجح هذا العمل. مشان هيك تكون عندنا نجاح من العمل التطوعي الأساسي. كان في زوار من باقي المحافظات السورية؟ كان في مشاركات من المحافظات؟ تقريبا من كل المناطق اللي بعيدة وقريبة بتجينا نحن. كان عندنا 6 باصات من برة الضيعة. حلو، من وين؟ كان عنا من صدنايا، من حمص، من معلولة، في كمان طلعنا باصين من الشام، كشاف الزيتون، كشاف السريان، اجى لعنا ناس من حلب. هي أول سنة بيكون فيها أول سنة بيكون عندنا هالزوار. تميزت بهي القصة يعني يعني كان يجينا مثلا بس من الشام ولا الضيعة. أما لا السنة توسعت يعني نزلنا نحن إعلان ومشان العالم تنبسط يعني ترجع الحيوية والحياة لهالناس. فعملنا إعلان يعني فإجانا 6 باصات برات الضيعة ما عدا أهل الضيعة اللي طلعوا. والإخبارية كانت موجودة طبعا متشكل إخبارية معنا كانت هي الوسيلة لنقل هذا الحدث لكل العالم. حتى في الناس اللي مسافرين كثير انبسطوا انه يا جايبين الاخباريه نقلت يعني هم قاعدين ببيوتهم شافوا مسوين المهرجان. خلينا نحكي شوي عن الفكره. حضرتك من شوي ذكرتي انه في جروبات لحتى عن طريقه انه تشتغلوا، ممكن في اشخاص بيقترحوا افكار لهذا المهرجان طبعا. ولا شخص واحد هو اللي بينسق او اي حدا ممكن عنده فكره حلوه بيقترحها ممكن انه تتعاون؟ اول اجتماع عملناه لحتى نشوف العدد. كل واحد يعني نحن عندنا يعني مو اول سنه بنعمله فكل واحد عنده فكره. فسجلنا هالفكر على ورقه، اجتمعنا كلياتنا مشان تكون الفكره مميزه للجميع. والفكره اللي كله قال ايه حلوه فبلشنا نشتغل فيها. فيعني كل الاعمال كانت من راينا يعني مو راي واحد، راي الجماعه قبل الراي الفردي مشان يكون العمل الناجح بده يكون عمل جماعي. تماما. فكلنا اتفقنا على راي من اوله والحمد لله نشكر الله اتفقنا مثلا نعمل هيك نشتغل كلنا ايد بايد لنوصل العمل لنهايته. طالما الهدف واحد بنشر الفرحه والابتسامه عند الناس فاكيد رح تتفقوا. سليمان دائما باي عمل بحياتنا بيتعرض لبعض العقبات لبعض المشاكل، شو اهم المشاكل اللي خلينا نقول أجلت مو وقفت العمل، أجلته شوي أو ببعض النقاط كأنه كان ناقصكم هون أو لو هون كان غير هيك كان طلع أفضل؟ هلأ نحن في مشكلة مثلا البعد عن المدينة هي بنعاني منها، مثلا بدنا أدوات بدنا معدات بتكون فيها نقص وفيها هي نضطر مثلا ما نروح نأخر حالنا ينزل حدا يجيبهم ويرجع. يعني حتى في غرض بيكون حساس وانت ما منتبه له الواحد بده يضطر مشوار خاص له لهذا الغرض. يعني في امور كثير هيك والكادر مرات بيكون قليل مرات بيكون كثير. يعني فتره جامعات هلا نحن بالمجمل المجموعات هي اساسها جامعيين يعني وفتره فحوصات مرت وهيك كمان كان في ضغط ومره بيكون في كثير عالم بتساعد مره بيكون في قليل كل مره شكل هي كمان عقبه عانينا منها يعني. بس لك اكيد كان في حل المشاكل. الحل اكيد بده يكون موجود ما في انه يعني نحن في اراده وفي تصميم بده يكون حله موجود ما في كده تراجع. خلينا نحكي أكثر عن مميزات، بشو تميز هذا الكرنفال عن الكرنفالات بالسنوات السابقة؟ هلا نحن سعينا للتطوير أول شيء يعني كشكل خارجي للسيارة للعناصر كله تطور. المواد اللي استخدمناها مواد استخدمناها نقدر نرجع نستخدمها مرة ثانية ما إنه خلصنا منها رح ننهيها. احتفظنا فيها خلصنا كشكل خارجي كتير حلو حديث يعني فيه رقي فيه لمسة. يعني كل شيء له دوره كان بجمالية السيارة من حيث التصميم إضافات والتنفيذ. جديدة طبعا هي أكلت وقت بالتركيب حتى وبالتطبيق أكلت وقت بس عطت جمالية كبيرة. خلونا نروح للمغتربين ودائما كانوا متابعين الأهالي ضمن سوريا خلال سنوات أكيد يعني شو كان رأيهم؟ شو هي المساعدات اللي قدموها؟ هل كان لهم اقتراحات ببعض نواحي الكرنفال؟ يعني المغترب نتشكرهم بس بالتبرعات أما كان رأي بالكرنفال لا. شو كان رأيهم بعد ما شافوا الكرنفال؟ كثير حلو يعني أكثر من شخص يحكينا شكرا لكم كان مميز ونحن بهذا العيد ما كررنا شيء من السنوات السابقة كله كان جديد تميز. فبأي منطقة أو ببلد خارج سوريا
كله اتصل قال شغل حلو يعطيكم العافية. ونحن نتشكر كل مغترب تبرع لنا وكل واحد ضمن سوريا ومن حينا كمان تبرع لنا، لأنه نحن لولا التبرع ما فينا يعني، كان شخص يمولنا الكرنفال بينما يجينا تبرع. فبتشكرهم كلياتهم، بتشكر أي شخص ساعدنا كان بالدعاء ولا بالمال ولا بيعطي الرأي لحتى وصل الكرنفال لهالنجاح هذا. يعني فينا نقول انه الفكره فقط من اهالي القريه منهم الافكار، اما الضيوف اللي بيجوا من مناطق ثانيه حتى لو ساهموا كان في لهم اعمال تطوعيه، الافكار حصرا لاهالي القريه. لانه يعني نحن الموجودين فاعطينا الافكار والضيوف بتجي بتساعد، اللي بيحب يساعد. الافكار بدها شغل، اذا بده يجينا ضيف بده يعني ما فيه يطرح فكره ويروح، يا بده يكون موجود هو على التنفيذه كمان. بس حنرجع نعيد التجربة أكيد يعني اليوم طبعا. طالما نجحت وكان في كل هذا المحبة والآراء الإيجابية فنحن أكيد رايحين لتجربة أخرى يعني حتتميز كمان عن السنوات السابقة. كلمة أخيرة من حضرتكم، تفضل أستاذ. نحن ما حكيت الأخ جندارك أنه نتشكر كل مين ساهم معنا لحتى وصلنا لهالمرحلة، لأنه كل شيء بده يربطنا نحن ببقائنا بهالبلد. الكرنفال هو رمز بيعنينا وبيعني الجميع يعني، ما نطور الحادثة يعني حديث والفرد نهار طلع كله له ترتيباته، ومنتشكر كل مين ساهم معنا ومشاركة. أيضا كلمة أخيرة من حضرتك. شكر الإخبارية أول شيء اللي خلتنا نوصل لهون، وبتشكر كل واحد ساهم وساعدنا لنجاح كرنفال مار الياس 2023. نحن بنتشكركم وبنتشكر كل شخص اليوم عم يسعى لخلق اي شيء بيرسم الضحكه بهي الظروف، بحاول يغير مزاج الناس. اليوم قديش هدول التفاصيل حتى لو كانت بسيطه عم ترجعوا تحيوا شيء بالضيعه بتراثكم، مثل بلد القمح بملكه النحل. هدول تفاصيل صغيره يمكن الالوان لحالها بتعمل صحيحه كثير ضروريه، خصوصاً بعد الظروف يعني الصعبة اللي مرقنا فيها. إنه الأولاد كتير مبسوطين هون عم بيرجعوا لي التياب الكرنفال، الأطفال بيفرحوا أكثر شيء. خالته كتير انبسطنا، كان حلو كتير، شكرا لي. يعني ولد هيك يعني بالابتدائي إنه مبسوط كتير وعم يتشكرني. نحن انبسطنا وقت شفنا الكليب بالألوان وبالتفاصيل. يعني دائما ذاكرة الطفولة بترجع وقت بيصير تحريض لإلها من أي مشهد ممكن نشوفه. يمكن كنا عم نحكي إنه فرقة الكشافة أخذت كتير من ذكرياتنا بعمر ما يعني. فشكرا لكم وشكرا للابتسامة اللي رسمتوها على وجوه كتير ناس. نتمنى لكم التوفيق ونشوفكم بكرنفال تاني بتميز آخر. شكرا. وأكيد تحياتنا لكل أهلنا بجبل الشيخ. شكرا لكم. شكرا لكم، يعطيكم ألف عافية وكل عام وأنتم بألف خير، وإن شاء الله دائما هيك أيامكم كلها أفراح وأعياد. يعطيكم ألف عافية.